ونسمع ماذا قال عدد من نجوم كرة القدم الليبية سابقا وتحديدا في المنتخب الوطني، خصوصا الزملاء أيوب عبد السلام وطه البروكي، قاموا بإجراء مقابلات مع الكابتن رياض جمعة وأيضا الكابتن مرعي الرملي. وأكيد يعني مهمة ما هي سهلة لكن ما هيش مستحيلة، يعني طبعا دائما كرة القدم النجاح فيها البدايات، بدايات مهمة جدا خاصة على المستوى الأطر الإدارية والفنية وخاصة اختيارات اللاعبين والدهنية متاع الجهاز الفني والمناخ المناسب متاع المنتخب. إن شاء الله تكون مباراة يعني لها جزم، يعني والفريق مستعد لها والطاقم الفني عبء كبير عليه، لأن مباراة ما هيش سهلة، تكون أول مباراة وخارج الديار. أكيد يعني إحنا نؤمن دائما بالجاهزية بتاع فريقنا، فريق منتخبنا على مستوى قائمة الفريق وإلى آخره، لأن هي قائمة في الأخير قائمة شابة، رغم أن سمعنا أن بعض التطعيمات اللي صارت في الآونة الأخيرة، لكن نشبه فيها هي طبعا دائما يعني نعطوا عذر للجهاز الفني. فنتمنى يعني المنتخب يركز فيها، ومش غريبة عليهم، وعناصر شابة وفيها مندمجة بالعناصر الخبرة، فنتمنى ربي يوفقهم. وحتكون مباراة العودة هي اللي عندنا فيها الحظ الأكبر، هي مباراة من؟ مباراة الكاميرون. مباراة يعني لازم يتعامل معها الجهاز الفني بإدارة مباراة جيدة، خاصة على المستوى التكتيكي في غلق المساحات وفتح المساحات أثناء المباراة واختيارات التشكيل الأساسية، ثم مباراة الكاميرون اللي هي نعتبر أن هي مباراة صعبة جدا حتى على مستوى خبرة المنتخب الكاميروني.